सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गो और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। التي في سورة طه أشعر أن هذه الآية تخاطبني. الله عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. كنت أشعر أن هذه آية يعني تخاطبني أنا بسبب بعدي عن الله عز وجل، فلما اقتربنا من الله عز وجل، اقتربت من هذا القرآن، أصبحت حياتي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.